السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات عملنا انستول الجافا. الفيديو ده نتعلم مع بعض ازاي نعرف الـ environment variables الجافا على الماشين عندنا بحيث ان احنا نقدر نرن الجافا. تعالى نبدأ مع بعض. اول حاجة ان انا بقعد نفتح زيس بي سي. هنيجي هنا على زيس بي سي، نعمل بروبرتس ادفانسنج سيستم سيتنج. هو المفروض يفتح معانا دي كده. هندوس environment variables، هيجيب لنا هيبقى عندنا user variables و system variables. احنا هنيجي هنا في system variables المفروض نضيف java home. لو هي متضافة، هي عندي انا متضافة، فانا لو عايز هدوس edit. اما لو هي مش متضافة عندك فهتدوس new وهتكتب java home زي ما مكتوبة كده كلها capital underscore home، ولازم تكون كلها capital. ده بالنسبة لل variable name. بالنسبة بقى لل variable value دي هنجيبها منين؟ هنرجع تاني هنا c بروجرام فايل جافا جي دي كي، وهناخد باس بتاع ده نحطه نعمل ويست ونعمل اوكي. هتلاقي اتضافت عندك الجافا هوم زي دي. طيب نعمل ايه تاني؟ هندوس حرف البي، ندور كده ندوس حرف البي، هيجيب لنا الباس، هنخش عليه هيجيب لنا كل الباسز الموجودة اللي نعملها. طيب انا لو عايز نيو فهدوس نيو باس. عايز اضيف الباس بتاع الجافا هوم فبدوس هنا، بكتب جافا هوم بين علامة في المية جافا كلها كابيتال اندرسكور هوم وبضيفها، بس عشان هي متضافة عندي فمنضافش مرتين، وادوس اوكي اوكي اوكي. بكده بتكون الجافا اتعمل لها انستول عندي. طيب انا عشان اتاكد ان الجافا معمول لها انستول عندي صح، بعمل ايه؟ كوماند لاين وبكتب جافا مسافه هايفن فيرجن وبدوس، بيقول ان الجافا فيرجن متسجل متنزله كذا، ودي كل الريكويرمنت بتاعت الجافا وكده. الجافا متسطبه عندي وكده بنكون سطبنا الجافا. وان شاء الله من الكورس الجاي هنبدا نسطب الايكليبس ونبدا نشتغل جافا مع بعض.